كيفكم اليوم؟ اكيد عيد ميلادي. من واحد نحس بالله بطلع يا ولد. وأنا سويتهم مفاجأة قلت بدي أعلم شكد عمري، ذكرت بأبو يوسف وحطيت شمعة واحدة. كل مرة يقول لي شو كل يحكم يا ربا، أم يوسف ما حطت إلا شمعة واحدة. كيف سمارة دخين عيونك يا سمارة؟ كل الناس تكبر أم يوسف تصغر. قلت أنا زكرت حالي صبرت عمري سنة بزيادة هالكب. كفوا الطيبين شديد عيونكم. بالله عليكم شباب بنات تكميس والشعرات. بس الصورة الكيكة في نهاية أحلى رمزة شو يا ربا. واو أي الأحلى فرجم يا ربا. بس هذا اللوك الجديد اليوم لأم يوسف. شوفوا شوفوا فرجنا ربا. بنات البنات هنا فرجنا البنات. شوفوا عيون البنات. عيد ميلاد أم يوسف اليوم. كم عمرها 90 سنة؟ الله يسامحك. لا بيناس وراك أبو يوسف. آه أوكي سلام يا قلبي. يا أبو يوسف إذا كان العمر 90 ومثل هيك معناته يا عيني يا مول الهوى إذا كان واحدة صيلة النية. إذا عمره 90 بهالجمال جمال وهالرقة بتجننين. حمران بيقولك بتجننين. جميل يا حمران قلب قلبي يا حمران. إيه أحد بدي أصور هذا رح يجلس تصوير اللي يوتيوب والتيك توك يا ربا. خلص من هذول نبلش بالثانيين. الثاني بدي أفتح لايف وأكيد اليوم عيد ميلادي وأتمنى مفتوح الصفحتين يا ربا، صفحتين صفحتي أم يوسف صفحتي يعني يا ربا. تحياتي لكل الناس الطيبة وأنتم حبايبي. بقينا شباب هذا الشباب الله يسلمك. بدي كارت يوسف. تعال يوسف. اكيد زين واحمد. يوسف يوسف اهدى اهدى. يوسف سلم على الحبايب. سيد سلم سلم. شلونكم شخباركم طمنكم؟ اكيد اكيد كل الولاد لازم تاكلوا على الكيك. بدها كيك بدها مشان تاكل كيك. يوسف بدها يربط على البالون. عب البالون. كيف الطيبين دقيقة عيونها طيبين منورين حبايب القلب. بيستك 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 حاطين رموش؟ يا حاطين رموش ولا زوجات؟ انتوا حطوا الفلاتر؟ ليش حطوا الفلاتر؟ حاط رموش انت؟ ما ادري فرجيني حالك وين؟ حاطين عقل؟ ايه حاطين حاطين الفلتر. تاجى علي الفلتر هذي ما اللي حطه؟ ليه حطيت الفلتر؟ انا ما اعرف احط الفلاتر يا بالغلط يكون تون. ورجي شوي لحظه لحظه يلا وين منت يا الربع؟ لحظه لحظه بس من هو هذا؟ اي من هن؟ شيلنا اياهن لحظه ايش؟ لا كابتن لا عليكم خلاص ما شاء الله. وين؟ شوف حالي يعني وين يعني؟ يا زلمه حطي حطي ما ضل. هاي ام يوسف اصليه بدون فلاتر. احنا بحاطين فلتر بالغلط يا الربع. فلتر انا ما احط فلاتر. كاب عمره على الصندوق يا الربع. حبايب القلب تحياتي لكم. ايه بدنا نشغل اغنيه. شلون يعني اغنيه شوابت افتحها من الشباك شوي. لا 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 صوت بجيران. خليش خليش ربا خليش ربا عطشان. جابوا فلس حرام علي طالع. حبيبي قلب تحياتي لكم لكل بني آدم محترم على اللايف. الله يسعد لي قلبكم من عيلة أم يوسف. اليوم عيد ميلاد أم يوسف وصلت 90 سنة. كل الاحترام. دعك دعك كلمة 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 بليز يا الربع بليز. لحظة يا حبيبي. سنة سنة سنة. اسمعي اسمعي احنا 90 سنة مو نشيل شو اسمه المية ومخبسة التسعة يتقبلين؟ ايه شو حبايب القلب ام يوسف وصلت 90 سنة. الله يخلي لنا اياها ويطول لنا بعمرها. احنا تعسوي شوية هضام متى ام يوسف تعصب علي شوية دح بس والله ما عصبت. لا عصبت مين خلاك انت زين جنبك لا تجي بعينك زين. عصبتي؟ عصبت وهي واحد تنوب زعيم. طولي بالك طولي بالك. وراك متابعين عفوا يا الربع انتم في وراك متابعين. لا فاتحين احنا من ثلاث صفحات يا الربع. تعالوا من الاربع يا ربع نشطم على الصفحة دي وخلص. لا خليهم قضوا علي احنا ناطرين. عصبت عصبت 55 لا 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 مو 55 99 بس يا الربع بشغله بشغله تخبركم شغله تخبركم شغله. اسمعني يا ولاد شويه خلينا نسولف محبينا حبايب القلب. الله يسعد لي قلبهم. العمر مجرد رقم. العمر اعرف شلون تعيش حياتك واشرب كاس واستني.
لا لا العمر، خلونا نسولف عن جدي، عن جدي الربع. العمر مجرد رقم، بدك تعرف شلون تعيش حياتك. ابى ال20 مو دايح متبهدل مو عارفان يعيش حياته بال20، وبى ال50 او 60 70 سنه عارفان شلون يعيش حياته. هو الرقم هو عمر، والعمر هو رقم، بس اعرف شلون تعيشه. بالنهايه بالنهايه كل شيء ماشي. ام يوسف شو سولفينا مقدمه؟ اتمنى احمد قوميتش الولاد دخلوا هناك فاتحين لايف على التليفون الثاني حاطينه قاعد يسوون قاعد يصلي. حبايبي لحظه من فضلكم شويونا، بدنا اني ويوسف حبيبة قلبي الله يخليك طول لنا بعمرها ان شاء الله يا رب. وصلت 90 سنه الله يطول لنا بعمرها يا رب. امنيتك بالاخر ايام عندكم شو 90 سنه يا زلمه؟ راح اذا انت 90 ايش خليت للبنات ام يوسف؟ يا سلام يا سلام. المهم شنو امنيتك بالسنه القادمه يا ام يوسف يا بعد قلبي؟ انت يا نجمه عمري يا قمر نهاري ليلي. لا اغمى عليهم يوسف. قومي حبيبة قلبي قومي نمزح معاش قومي. حبيبة قلبي المهم خلينا جدية خلينا جدية جد جد بدون مزح. ان شاء الله السنة الجاية السنة الجاية ما اسوي عيد ميلادي متابعين وراك يا خي. عفوا يا الربع انتم اللي ورانا ها. اكيد اكيد ان شاء الله ان شاء الله. هنا الكاميرا هين وهنا قاعد أضحك. في عندي متابعين هناك وفي عندي متابعين هنا. أوكي. إن شاء الله السنة الجاية أسوي عيد ميلاد برا. وين برا؟ برا برا البيت أنا؟ يا زلمة هذا كلمة شوي. متى تقول برا؟ إن شاء الله على بلاد يقولونها زين شكلها. مو مبين عليها 90 يا أخي 20. أوروبا. يقولون مو مبين عليها 90 20. والله شفت مظالمني ظالمني هالزلمة. والله نشوفك بالمريخ يا أم يوسف. ان شاء الله يا رب الله يسمع منكم. المهم خلص شنو اخذ هالولاد واركض. الكحله نزلت يا ام يوسف. تحبت تحبت دحكي الكحله نزلت عرقت عرقت بعد قلبي. راح المكياج. اي راح المكياج. المكياج مروح. المهم اتمنى ان شاء الله ان شاء الله العيد الجاي اني اسوي يكون مجوزه ابو يوسف و ايش دخيلك يعني؟ شو ببالك يعني اجوزك؟ بدك جيزه؟ ايوه ابشر واني ام يوسف. ابشر ها؟ ابشر واني ام يوسف. اخي مش على شواربك؟ يوسف 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 بعد عن الدرب خلص طيب باتي هلش مو هالشر. كفى بيوسف كفى طيبين شايفين شلون دعك عد ما بدي تحطني على شوارب تذكرت شباب شباب والله العظيم اقسم بالله هالزلمة يريد يكبرني بزين بشين ما عرفان شو بده يكبرني وانا كل ما حالي شو بدي اسوي طيب؟ قلبي بليز بليز هين عندي 1000 متابع عندنا يا حبيب قلب ام يوسف. هذا لو لوك ام يوسف وين شو ما انت مبينه؟ لا يا زلمه كلها طول والعرض انت طويله هين؟ يا حبيبي شلون صار؟ عفوا حبايب قلبي من قاتل نفت اني هنا شوفونا ديرها ايش غلب الاناره شو؟ الضوء هذا شغل الضوء اللي وراك احمد ما يشوفون. المهم هذا لوك ام يوسف الجديد أكيد. بعد قلبي هذا عمل هو ذوقه هو. انا اللي اشتريته يعني وانا اللي انا تعذبت وظليت ساعتين ظليت ساعتين ادور على لوك جديد لام يوسف. انا حبيت اشتري فستان. هذا فستان هذا الركبه يا القلب تعال يقول ايش حامل ام يوسف قلب؟ لا لا هي عليكم ماني حامل بدبش هالدلعونه. لا يا جماعه الله الله يجيرنا الله يبعد عنا هالشيء هذا يا رب ويطير كل مشتهي يا رب. شايروا بكبسهم يا ربع انتم عندنا 1000 شخص على كبسهم تامل منكم التكبيس يا ربع. اتمنى الكل يكبس على الشاشه الفزعه تكبيس على الشاشه الفزعه دخيل عيونكم قلبي انتم هنا انتم هنا قلب انتم هنا ما تحركتم. عايز احرك لكم الكاميرا يلا راح اثبتكم انتم وحرك الكاميرا الثانيه يا ربع. كل واحد وردة كل واحد قلوب كل واحد طيارة كل واحد حوت يا جماعة ولا هنا رجعت لكم يا ربع ولا ما 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 هنا حركة الكاميرا هناك ثبتناها لأن إحنا فاتحين لايف فيها هنا وهناك يا ربع الله يسعد قلبكم هنا ذا وصل 1000 يا أم يوسف أخي روحهم أجمل تحية لهم ربي يسعدهم يا رب وممنونة لكل شخص طبعا اللي على اللايف وكبس على الشاشة لعيون ام يوسف دخيل عيونكم يا ربع طرفين ام يوسف وابو يوسف حبايب القلب الله يعزكم ويخليكم حبايب القلب اتمنى لكم يكبس على الشاشه احسبوها احسبوها اليوم حمل التكبيس على الشاشه
الشخص. ابو شهاب الله يعزك يا ابو شهاب. اسكت انا يحبني يكبس على الشاشه الصفحات لانه صفحات وغير ما حركناكم التليفون زياده. دعم هذا الكيك الكيك عيب يا ولاد خلونا نعرف شلون نصور. كيف ابو شهاب الله يعزك؟ وين هين؟ هذا زين ايش قصاره؟ 67 يلا يا عين عليك يا ام يوسف. يلا يلا يعقوب اي الاجمل؟ اي الاجمل؟ احباب القلب اي الاجمل؟ ام يوسف القمر الطالع بالنهار ولا القمر في الصوره؟ ولا الصوره هي نسخه عنها؟ عشان بس الصوره تزعلين ام يوسف؟ لا اكيد ما زعلت. ما زعلت وراك متابعين ابو يوسف. عفوا يا ربع دخيل عيونكم متابعين وراك. انا ضل اتذكركم شايفين حبايب قلبي. انا ضل اتذكركم. كفو كفو دام عمر داعمين يا ربع عليكم. كفو كل من يزت ورده كفو كل من يزت اي شيء لو كنا حلوه. ربي يسعدكم ويحفظكم يا رب. ممنونه لكل من طبع عندي على اللايف واهلا وسهلا بيكم. دورون اللايف دخيل روحكم. اتمنى الكل يحبس على الشاشه. يلا نثبت الكاميرا الثانيه ونحط جنب عيد ميلادنا يا الربع. الله يعزكم ويخليكم يا ناس طيبه. قطعنا خبز بالبينو برضه مطرح وراي اسم حساس كيف حلو الله عليك يا ابو شهاب. تعالوا شوفوا كيف سابي شهداء زتونك هين وهين. رايحين شويونا زتون يوسف هين وهين. الله عليك بعد عمرك شباب بنات. وين مرداتكم؟ وين تكبيسكم على الشاشة دخيل حقكم؟ عازمولكم جو. الله يسعد قلبكم حبايب القلب. يلا قطع الكيك. قطع الكيك؟ كبيسه. بدنا نوقف واحد من التليفونات. راح نوقف واحد منهم كرمال احنا كرمال راح نصور لليوتيوب. نكمل اليوتيوب لأنه زين بس نصور التليفون. لا تفاتوا تعبان. عيد ميلاد أم يوسف. ما ألف بأي جنب تليفونك نكمل؟ ما نكمل لا أيوه لا تليفونك صار يغني لحاله. بينزل لك. لا بدي أوقف عنه. على خلص وقفت الزهرة خلص الزهرة ورجع كله. بس ما نبي نكمل احنا راح نقصه وتحضر لي يا سيد. قص شوفتك تقص يا ابو يوسف. قص اذا قصيت شيء يا ابو يوسف ما ضل لك لزوم. يا شنو تولد ده يا خجلتوني. هو ده يقول بده يقصه. قصه للجاتو. انت تقصه للجاتو. انت تقصيها. لا قطعينه القطعيه لان ايوه بطلنا بدي صير تقطيع. انا بدي قطع للجاتو يا عيني. انت ما تعرف شباب انهزموا. شباب انهزموا. بالله عليكم شباب بنات ما حدا كبس على الشاشة ولا حدا نزل ولا هدية. معقولة؟ معقولة يا جماعة؟ حرام عليكم. حدا يزت له وردة قلب طيارة صاروخ شي اسد فلتان. خليني صفحة شي دفاع حاجة قديش؟ اعطينا هاي 1000 وهي 1000 تقريبا. شباب بنات اللي شباب بنات اللي حابب يكمل سهرتنا دغري اصفر ينتقل على صفحه ام يوسف الرسميه. صفحه اللي لسه اصفر هي هاي ايوه لسه اصفر لان هي انتم عارفه تاخذوا اللغات لانه راح نطلع. اللي حابب يتابع ويكمل السهره تعالوا يا صفحتي. هاي صفحه ام يوسف. تعالوا مع صفحتي. مريت رضيت؟ انا رضيت وانبسطت. قبل ما تنتقلون على الصفحة الثانية طولها تكبس على الشاشة. ما ننام اللي مليون تكبيسة. ما ننام اللي مليون تكبيسة. تكبيس تكبيس. خلينا الزهرة. خلوا مع بعض. خلوا مع اثنين هلكنا. لا عليكم لو انا بدي اروح. نكمل بدنا ناكل. وهلكنا. بده يروح عنده شغل. لا ما تعلق مقطع. انا السهر. سهر. سهر بالعمر زين. زين. ما بعرف. شو ما تعلق؟
لسه الساعة 10 وثلث يا اخوي عم تريجه زين صباح 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 ها يا الحمية مشاير لا الساعه 10 شباب بنات بالله عليكم بالبيت كمل على الساعه 10 كمل 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 الساعه 10 لا الساعه 10 كلياتنا أم يوسف ماما. أم يوسف هي الرأس وهي التاج بغي تشبه دورها بغيابها ناخذ راحتنا نحيا زلمه انت تبغى الرأس طيب طيب اوكي غريبة حضوري بس ما عندي قاعد تقول لي انه بس بحضورها بغيابها بغيابك نحكي شنو؟ انت القمر وانت الشمس وانت حبيب قلبنا وانت عمري يا عمري وانت الشمس لكنها شمسين مرتين شمسين شبس وانت ام يوسف ايه انت الرمل انت البحر ومياله يا لطيف ايه والصحراء ورملاتها ايوه هذه شوف البحر شنو؟ ما ادري الرمل راح تصير شاف الاتجاهات ايش؟ شاف الجمال في العين ايه الاتجاهات ايش وصلت لعنده؟ بالله يروح عليك اخر شيء بريحه جرابات واحد حيتغزل بحبيبته ايه وطلعت على تشتغل كان مش حبيبتي يا تقريبا زميلي ايه لا ما هذا في شيء يا احمد احنا شوبنا ايه انا يوسف يوسف قال تقول قال وينك يا جوز تشوف الغزل أنا أحمد 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 أيوة لا أحمد الكاميرا أحمد كلها الأرضية كلها أنا شفنا هنا أحمد حبايب القلب تحياتي لكم جمهورنا على يا جراح بنات أحز زوزو نحكي الحقيقة يعني ما نحن نلف وندور أكيد أم يوسف وأبو يوسف احنا نعشق بعضنا مش مزح وام يوسف غار من الهوى اذا مرق من جنب ابو يوسف وانا غار عليها من كل شيء اني بودي جارد ام يوسف هي وحده اليوم سالتني ايش تقول لي ام يوسف؟ ايش قالت لي؟ تعرف ايش قالت لي؟ كان يشتري شيء هذا ال ايه عندي عقيس فستان على اساس اخذ فستان عندي عقيس وانت جبت واحد اوكي قال تعال تقول ام يوسف طالعة على التيك توك وما التيك توك وما ادري ما تخاف عليها قلت له حبيبة قلبي انت جاي على السوق تعال تشتري اغراض قال ايه قلت له مين حارسك انت؟ قال ما حدا وين ابوك وين امك وين اخوك؟ قال ما عندي حدا قلت له انت من انت حاسه نفسك بس انا ام يوسف عندها بدي قارد ابو يوسف وراها وين ما راحت؟ شفته اذا بدها تروح تشرب ميه اصيح ابو يوسف جيب لي مي شفتم الشهر ولا تقول له مرتك حلوه ولا ايش مطلعها جات تقول لي ايش تستعملين الوجهك هاتي علمينا وما ادري شنو ونقول لك نلف حجابات نلف حجابات علمينا شلون نلف الحجابات حبايب القلب حبايب القلب الشباب بنات حبهم بعضكم وعشقهم بعضكم لا تخونون من الطرفين لا البنات ولا الشباب حب حبيبتك حب حبيبتك يا زعتر وحبيبتك تحبك عيشوا حياتكم وانبسطوا لان باي لحظه الشريك يروح وبعدين ادور على شريك بداله ما يغطي بداله اكيد ما راح يغطي بداله راح يعني مثل يعني غربال والشمس فوقه على اساس تتذره انت حبيبك اللي يروح ما راح يرجع بناس قاعد يطلعون معانا على التيك توك هنا على الصفحه هنا على تنسوا مقهورين ويريدون منا مساعدة يعني انه اصدقاء انه عندهم مشاكل وعندهم كذا والله يهونها عليهم يا رب يعني ما نقدر نسولف احنا هذا تواصل اجتماعي عقبال الالف ها عقبال الالف الله يعزكم حبايب القلب بنات حبا من قلب جن حبا من قلب جن والشباب نفس الشيء بس المشكله مشكله ايه شنو المشكله انا عطشت شربنا صحتين شربنا كاسات وشربنا عصير وما ما مشكلنا شباب انا شاب مثلي مثلكم انا احكي الصراحه قلب الزلمه رمانه 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 9000 حبه يعني 9000 مره ايه بس انا اقول لك لا تحطها رمانه اعملها شنو مانجا حبه واحده يا ابو تبيها
الا والبنات زادها ما تفكرين قلبها خمس رمانات ايش ديره الا البنات خمس رمانات اي والله انا خلي قلبك شنو سيري انت منقايه قلبك حبه حبه وحده وبس ابدا خليتي حبه وحده تعيشين تعيشين حبيتيها حبه وحده تعيشين تعبانه احنا يعني ما لقيت الميكروفون ويوسف انا ساعتين تحكي انت سولف بس قلت لك ميكروفون واحد تذكر وانا ما اتذكر طيب ايش شنو شنو عادي والله سوده والله سوده ما تعرف والله سوده احسن بالله ما اعرف سوده حبيب قلبي ابو يوسف خلاص اسمعني يا ابو يوسف ايش بديش وصلين كلمة أخيرة انتم هين ايش قد صار بالله زين ثمانمية وخمس مليون اوكي ثمانمية وخمس مليون دعكم هاني باشر نزلة الفيديو هذا على اليوتيوب الكل حريدوا تعليقات على اليوتيوب شو رايكم بهالحفلة هاي؟ الكل يقول عيلة أم يوسف الكل على التواصل الاجتماعي وين ما رحت بس تكتب عيلة أم يوسف نطلع لك ايوه أريد ألقاها على اليوتيوب تحطوا لي تعليقات احنا جايين ابشري احنا جايين من التيك توك كفو طيبين أمانة الله أمانة هين وهين الماي مو متابعني حط لي لايك ومتابعة تحيي روحكم من الربع تحيي روحكم هاي أتمناها منكم احنا الله عز الموجودين اي صفحه راح نخلي صفحه واحده ونطفي واحده راح نكمل شغلنا لانه شغلنا غلط على التيك توك يا الربع يعني 100 طيب صفحه ابو يوسف راح تطفي صفحه ابو يوسف يا الربع الله يعزكم ويخليكم صفحه ام يوسف الرسميه راح اشوفكم اياها يلا انا راح اقطع هنا ثواني يا الربع هاي هنا هاي الصفحه صفحه ام يوسف اللي بده يكمل الفيديو حمران على راسي حمران والناس الطيبة حمران أجمل تحية لحمران الله يسعده يا حمران دخيل روحك حبيبة قلبي اللي بده يكمل سهرتنا يا الربع احنا راح نكمل تصوير لليوتيوب مي حامل ابو يوسف مي حامل لا 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 قلبي يا الله يخليكم ما بحبل أن يوسف ربي لك الحمد وبسلامة ما شاء الله كده الكمالة ولد ابو يوسف يعني الله يخلي لي اياهم يا رب شو رايك يا حمد جمالك يا ام يوسف الله يعزكم المشكله رح نطفي بس بيناسين متابعينك يا ام يوسف يعني يزعلون ما يزعلون اللي يحبني وجاي حب يكمل سهره يجيني على صفحتي ام يوسف يجيني على صفحتي لانه انا مضطر ان اكمل فيديو لليوتيوب حبيب حمران تقول لك حبيبه قلبي الله يطول بعمرك وتضلين مضوية حياتك على التيك توك يا حلوة الله يسعدك حمران أجمل تحية لك ودخيل روحك السمية غالية وهذا القلب الحمران والكل متابعيني أكيد هنا مين هنا من المحبين رهوفة وين رهوفة بينها رهف أنت هنا رهف على الصفحة هاي ولا هنا أنت أم اللول أم جهاد أم محمود أنتم صديقات أم يوسف لا تعال شوف معك في الزجاج ما ادري ما كل متابعيني الله يسعدكم ويرزقكم يا رب ممنونه سلامتكم يا ستي ان شاء الله الحمد لله يا قلبي احنا بألف خير واجمل تحيه لكل مين حضر عندي على اللايف وتحياتي لكم ربي يسعدكم يا رب اتمنى اللي يحبني يحط لي تعليق يروح على اليوتيوب يحط لي تعليق حلو مثل حكايته يقول لي انا جاي من التيك توك وأكيد إذا مو فعل الجرس يكبس على الجرس يفعل الجرس مشان يشترك عندي يصير من مشتركيني من حبايب قلبي تخير روح المهم شنو زين ايش كذا عندك الزين يا زين الوصاف من 300 اني ماشي الحال المهم حبايب قلبي اعتذر منكم اللي حابب يتابعني يجيني على صفحتي حمران مين بنات ايه الله يعزك الحين نحن مكملين بالصفحه هذيك عيلة ام يوسف اللي حاطه صوره صفراء هلا يا حسين الله يعزك يا حسين يروح يكمل غادي الربع تحياتي لكم انتم عائلة ام يوسف صفحتي انا يعني تحياتي لكم الله يعزكم هل بده يكمل يروح على صفحة أم يوسف هذيج مكملين البث هذا يا الربع أكيد رح نكمل يعني رح نكون ما رح نصور لليوتيوب لأن راح الوقت يا راح الوقت والولاد بنروح ينامون تعبانين عندهم شغل احنا
نكمل زهرتنا عندكم ما لها مشكلة، بس نكملنا اللي الحقونا عجنينا، الحقونا عجنينا، راحت أيام جنينة يا جماعة. أنا عدو أنا عدو تمشي العبير. شو اسمها صفحة؟ الصفحة نفسها يا حسين حبيبي، نفس الشيء، عند أم يوسف، عند أم يوسف، وين ما تروح على الفيسبوك على اليوتيوب على التيك توك كله صفحة اكتب عند أم يوسف. عندنا احنا أربع صفحات، واحدة منهم أحد اثنين، وعندي بنبايو علي بس علي تمام الله يعزك. فاتحين صفحة وعندي فيسبوك خاص بي لإلي، اللي زاد حابب يشترك بيها زاد اهلا وسهلا بيه، بتنورون والله. يلا يا شباب نكبس على الشاشه قبل ما تروحون شباب. يا سلام يا رب عندكم هنا بصفحتنا هيا، نشوفكم بخير حبايب القلب. الحقونا على الصفحه الثانيه عيلة ام يوسف. خير روحكم وانتم ازمل تحيه لكم، ربي يسعدكم يا رب. ممنونه منكم كلياتكم، وبدنا كملنا اليوتيوب لانه عن جد تعبت. انا تعبت اليوم تكت بخير روحكم، تحياتي لكم. لا يا بزا يا هنا تعليق عيلة احط المعيوة تعليق خلينا نكتبون عليها. انتم بس تكتبون عيلة ام يوسف دغري تفوتونا، لا تقيل التعليق حبايب القلب. اكتبون عيلة ام يوسف تطلع لكم ام يوسف منديل اصفر، هاي صفحة عيلة أم يوسف الرسمية. أخيرا الله يعزكم حبايب القلب، أنتم اليوم والليل بصفحتي يعني كل الشكر للطيبين، لأخواتنا لبناتنا لكباريتنا أخواتنا محبينا. الله يعزكم، رح نسكر هنا وانتقل معاكم حبايب القلب. الله يعزكم، تحياتي لكم، ربي يسعدكم يا رب. بس هي الله يسعدكم. عم يبرم قلبي يا أمي. يلا ما بدي يفوت زعلان، بس ما بدي يفوت. يلا علي مستخيل مستخيل يترك مستخيل يترك كل شيء. يلا رحيل لكم، بغيت انتم حبايب قلبي اجمل تحيه لكم. راح نبلش نقطع الكيك. ام يوسف اخيرا حس بني احمد بين يا ام بلا بلا نقول لك اهلا بدون يوسف ازاي خليه يكمل. هتشوفون هي انتم الطيبين شو عم تعصبون على اليوتيوب. الله يعزك. ايه شو بدي هيك؟ لحظة وين راح حمران؟ راح ينام حمران؟ ما ادري، صح حمران، 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 شباب بنات فزعتكم تكبيس على الشاشة. الله يسعدكم. فزعوا عصير؟ أنا فاطمة بيعدوا ما يبارد ولا؟ ها؟ لا يمكن نحصل. وليه ما تحطوا براط قاعد يعني يبارد حاله؟ شغل القرآن، شغل القرآن. خلص يوم القرآن. والله اليوم زهدني أبو يوسف، زهدني اليوم، طلعنا عيوني اليوم. اليوم جيبي هاي وسوي هاي وعملي هاي وروحي هاي. أهلك اليوم لكن يوسف حاسدة طوطة. هدي. شباب بنات بالله عليكم تكبيسوا الشيرات، تكبيسوا الشيرات. اتمنى الكل يكبس على الشاشه وشير اللايك. دخيل حبكم انا، الله يسعدكم يا رب. ممنونه من كل انسان يكبس على الشاشه وشير اللايك. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه. ايه شو بدنا نخلص؟ يلا. انا بدي اشيل لحظه. زين روحنا. يا شيخ الصوره، اهم شيء يا شيخ الصوره. زوزو انت شو بدك؟ شو بدك تاكل؟ بدك كيكه. زوزو بدك كيكه؟ لا ماما مني قصه انا انت. لا هي لقيت هي لقيت. انت ايش خصك يا زيز؟ انت تقف تتفرج. يلا والله ها؟ الله يرضى عليك. لا ليش؟ ايش وضعك؟ عم ينزل زين. ايه. بس خلصت ون مينت. هاي بس؟ ايه. بدك تاخذ الهاي بس دغيا؟ يلا. بس يا جماعة خلوني شيل أهم شيء صورتي. أنا طلبت منها إنه ما يسووا لي إياها شوكولاتة، سكر، يسووا لي إياها ورق. لأن مشان أشيلها وأخليها ذكرى. كبسوا شباب بنات كبسوا يا ربع تخيل روحكم، تكبسوا الشيرات، تكبسوا الشيرات. الله يعزكم يا رب. اعتبروها حملت نساء هيك حتى لا قدام. لا بدك بعدين هيا بعدين. لا ما بدك تقدمها كمان. اه اوكي يلا يا جماعه، حملت تكبيس على الشاشه شباب بنات.
حمل التيك توك. انتم هنا اهل التيك توك تتفرجوا تشوفون شلون العالم تاعت تصور لليوتيوب حبيبي القلب الله يعزكم. يعني اللي بده يتعلم يعني يوتيوبريه شلون العالم تتعذب بالفيديو حتى ما يصوروا لا يصل تصل الفكره حلوه ولا عذاب يا لطيف. يلا هات لي هنا هات انا علي بقى يلا زوجك كان انا الكمس شفتهم شمعه واحده شو رايكم احنا صورنا ال شنو هاي قبل مش فرقه لحظة خلص خلص ما طفينا طفينا يا ماما خلص بس إنه شو رأيك يا بيسر والله الناس تكبر وانت صغار قلت لك ضليت تقول لي إياي وحطيت لي شمعة أنا حطيت أنت حطيت إيه هو أنا حطيت لي شمعة معلم تصوير تطلع معلم تصوير ما تقول من توزي بلاش حبايب القلب مثل ما شفتم ام يوسف حبيب قلبي جابت 90 شمعة حطت لنا اخر شيء شمعة واحدة شوفت عينكم دقيقة ما احنا نطفوها الورق ما طفيتوها؟ طفيتها بالي بس ذيك الجرايد انا ما طفيتها تفضل اي انا اللي تفضل شايفين ترجع تعيد عيد يا معلم مثل ما شفتم حبايب القلب ما اشتغل الضمر عندك يا معلم طفي بيك يا اخي عيد يا معلم يا اخي الملاحظات السريعه لازم تنتبه عليها مو شغال يلا حبايب القلب مثل ما شفتم ام يوسف رحنا انا وياها اشترينا شمع اساس عمرها وصل 90 سنه الله يطولنا بعمرها شريت شمعه واحده كل النسوان تكبر حبيبة قلبي ام يوسف تصغر جكر بيك يا يوسف لانه عظم يقول لي الناس تكبر ام يوسف تصغر ليش كل النسوان تكبر ويصير يغلبان الا انت تقول ما حاجه تصغرين وتروحين ايش اسوي يعني ايش اسوي يوم صغرت وصرت بيبي بيبي اليوم حضر البيبي اليوم نزلنا فيديو على البرنامج هذاك اللي تعشيتونا احبابي قبل ما على الثاني شلنا بيبي اليوم اي والله لقينا بيبي فوق هيك على مش لقينا فوق وجبة تحية لأم محمد تخيل وقتكم على البسطات اللي جت قمت حملته وقامت أم ركضت وراي ما تخافين عم بصور ما تخافين مش باقي الدواني خذي سلام قلبي قلبي خذيتي لي قلبي خذيتي لي قلبي شايفين شلون أنا أخلص بس أول موزة بس أنه ما شاء الله طيب بتقصص أوكي يلا احنا ما نعرف كم دقيقة صار أحمد كم دقيقة صار بي جمهور بي جمهور شو اسمها لا تفتحها سوسن جرستين سوسن سوسن في ناس حيحضرون بي هنا تاع ناس قاعد تتفرجوا هنا بي هنا اليوتيوب الطاقة حلوة تعرف كنت سمعت شكلنا بيزعط بحق احمد يوسف يا احمد قلبي الله يعينك يا حسن الله يعينك يا حسن شايفين فيديو بدك تصوره يلا على قلبك توصله للناس زوزو اقعدوا يا ولاد يلا سكي 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 شباك يعني شباك هو ذكر مشان شو اسمه وقع يوسف بدل ما تحكي عليه تعال المهم خلاص احنا وين وصلنا معلم خلاص بابي اهدى طفي شوية اكيد اكيد عندنا يلا تفضل معلم وين وصلنا بس ذكرنا وين وصلنا بس ذكرنا طاولة مالنا يا حبيب نعم نعم انت احنا الولد على نقمه قال قلبي وجع اوكي يلا المرأة لما ام يوسف شالت البليد وبدت تعتصر تعال صورها اني شو صار؟ قال ركض صار ام يوسف ام يوسف قال حبيبي ما اريده لا تفكرين بس عن صور متعرفين انت؟ هي عرفانه هي موجوده المرأة معانا قاعد تصور مبني ذكرى يعني اشوف ركضت ورانا اي والله هي يعني كانت تصور وانا صورته ايه. يوم مشيت شافتني استعجبت ومشيت ومش داعي يصورني
قال وقع قلبي انت تركض وراي يا طولي بالك والله ما ريت عمرك وانت بالتحيه لمحمد هين وهين يا ربع اكيد اكيد اليوم عيد ميلادي وينعاد علي بالصحه والعافيه ويطول عمرك يا ام يوسف والميلاد خير وصحه وعافيه خير وصحه وعافيه امين يا رب وزقزوقك الحلو زقزوقك ان شاء الله اشوف عريس يبطل حبايب القلب يلا بطل ببرونه هلا بدنا بدنا نقطع الجاتو بدي اشيل هاي بدي اشيل هاي لا 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 هاي هاي صوره يا الربع محطوطه صوره هاي شو الكرسي يلا لا لا يوسف بابا خليك على طرف انت قلبي يعني تساعد الماما يا عيونك خليك يلا يلا بدي اشيل شنو عليك صورتي شوفوا معك شو بدنا نجرب صورتي شوي ما بعرف هل تاخذينها يا يوسف؟ لا 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 يوسف يا ريت كيك هاي حاطين فوقها اكيد لحظه يا احمد لحظه لحظه يا ماما لحظه هذا شايف ال هي يوسف ايوه شوية يا ربع ايوه لا هي تقدر يحطوا لك الصوره من الحلو بس قلنا لهم نحن بدنا صوره ايوه مشان احتفظ بها اجمل تحيه اللي صنع جاتو اي أيوة والله كفو منه دخيل والله على سلامته شاب طيوب ابن بلدنا يعني ما شاء الله ما شاء الله عنده هي رح ضح 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 شفتم على صورتي معك حطي حطي هنا شوفوا معك هنا احلاك هنا احلاك لا بدي احطها هنا بيوسف وين هنا؟ خلي لي اياها بالصحن هنا ما تقول حطي هنا الصحن ايوه بناكل فوتج احمد احمد حط لي اياها على الطاوله بدون الطاوله هناك يلا عدو قبل ما ايوه ما 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 حد ما حد ما حد مديها مديها مشان ما يكون كابتن الكريمة لحظة يلا لحظة زحمة زي المرة عندك يلا حبيبتي يلا بسم الله كفو ام يوسف يا عيني يوسف هاي مين؟ هاي زو هاي زوزو احنا مسمينه زو ندلعه ايه هاي يوسف يا سلام يا كفين كرش ولا لا؟ بلا قولوا كفين؟ وين معلقة معلقة؟ كفين؟ ما في معلقة ايه معلقة خاشوقة عشان مرة اذا كنا خاشوقة بيقولوا شو معلقة خاشوقة؟ وكنا معلقة شو معلقة؟ هي هاي خاشوقة المعلقة بطاطا معنا بطاطا واحدة لا 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 يا قطعة تمسكه بالفن لا 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 نعم لا 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 الا شلون؟ الا انت انت كفو اتعملش مع بعض لا انا بدي اياك هذا البيت ساكت ساكت خذ ساكت هي ماما زي ما كلي ماما خذي يا عمري تاكل معك بس النص يلا ما شاء الله ما شاء الله كبيره عينك ما يحبسك يلا حلو يوسف ماما كان يا ماما صار شفايفه حمر ليوسف يا مامي فريز هذا فريز يا ماما فريز فريز شباب بنات اعمالك تفضل حبايب قلبي تحياتي لكم نعتذر للحامل اللي مشتهيه نعتذر وحبايب قلبنا لا تنسون الاشتراك تفعيل الجرس كل شيء جديد من عائله ام يوسف حبايب القلب صفحتنا حبايب القلب تحياتي لكم من ام يوسف وابو يوسف كل الشكر للناس الطيبه المحترمه الله يعزكم ويخليكم ولا تنسون مثل ما قالت لكم ام يوسف خلينا نرجع نكمل يلا يلا شايفين ما توصل الفيديو لحظه انت معلش ما توصل الفيديو هو 8 دقائق الا عيونك تطلع ايه قطعها وظبط لما عدا بي عندك مونتاج وتظبيط وشبيه اغلاط كلها بدها تكبهن وتظبطهن تتصل اجمل فكره واجمل شغله كل اللي يتبقيها هيش مو بس نحن ها اكيد اكيد كمل بعدين حبايب القلب مثل ما قالت لكم ام يوسف لا تنسونا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد من غاليتكم ام يوسف وعقبال 100 سنه وتاج راسنا ام يوسف وحبيبه قلبنا وحبيبه قلبكم هنا الله يسعدكم يا رب ممنونه ممنونه كل مين
يحضر هالفيديو، واكيد اكيد بدنا تعليقات حلوات منكم يا طيبين، منكم الطيبين تخير روحكم، وما حدا ينسى ما تشتركون، بس اوصيكم لا تشتركون حبايب القلب. انا بدي اسال عم نتعب منيح انا ويوسف، صار لي سنتين وما وصلت ال 100,000 يا زلمه. شنو تعليقكم مباشره نتعب ترى انا يعني والله تعب. هاي شفت عينك انتم هنا 8 دقائق هذا النهار انا بدي اسوي. اي والله شايفين هاي 8 دقائق كل نهار قاعدة أبرم لأوصل هالثمان دقائق. أتمنى الكل يتابعني أكيد ويحط اشتراك، أتمنى بس يفعل الجرس، بس يفعل الجرس. حبيبتي اليوم أهل اليوتيوب كل الاشتراك، كل الحب لكم، كل الحب لكم، كل الاشتراك ضيعتونا. هذا بريك هنا تيك توك حبيبة القلب، الله يسعد قلبكم. شايفين هاي لسه هاي كليات تو صورناها إن شاء الله دقيقتين دقيقتين من اصل 8. يعني انت لما قاعد تحضر اي فيديو على اليوتيوب تقول انت يعني طلعت هاي 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 تحضر فيديو حلو بجنن، بس هو تعذب صاحب الفيديو تعذب عذاب بلاوي لا وصل لك الفكره انه شيء حلو. مع الفكره هاي كل هذا لك لا كنت على بابا؟ لا مش لبابا قطعتك؟ ايوه البنوتات الطيبات حبايب قلبي شباب صحوة أم مصطفى، أهلا وسهلا مصطفى، لحقتك يا أم مصطفى الله يسعدك يا أختي. مبروك حامل، أي حامل يا ولد، مين حامل؟ مين حامل؟ يا جماعة احنا نعيد لكم عيد ميلاد وحضرونا حامل يا زلمة يا حامل. شباب بنات كابتن على الشاشة الأخيرة يعني المرة طلبتها الكريمة، ما طلبتها بشطورة. مين حامل؟ ما حدا حامل. أنتم حاملين. حاملين شنو؟ حاملين شيء. حاملين أمنة. حاملين أمنة أنتم. الله يسعدكم. ملمونة كل من حضر عندي يدا لك. دم سويت بيا. 1 2 3 4 شيء 8 كفو تأخير روحهم. شباب بنات حاملين تكميس. سويت الرمال. أنا بس أنا ذنب رايح أحطت مبلغ. كان مرقت أنا مرقت من هذا يوسف. فكرت يوسف عيب جدًا. لك لا لا أنا مرقت من حده. الظاهر هو شو عمل؟ زواد هيد كان جاي يشرب. لا 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 هو مكاس بلاستيك هذا كاس بلاستيك مليان الكاس. يوسف كان شو هيك أنا مرقت من حد منه. بعد هيك ضغط وضغط هاي طلع وجهه. ومن السواي كان حاط الكاس. بس ما شايف شغله هيك بالكاس، بس صحيح يوسف قاعد حاول يقبل الكاس. عليك يا طبعا حبيبي يا واحد والله واحد شو قال له؟ قال له على القانون وعلى ابني الله علي يا بعد هم الكونوا بكره والله يلا حضر لي يلا وين جايبك يا علي طيب خلص زوزو يلا وين كيفك ما اكلتها ليش
الكيك. شو تريد؟ وين بدك تديها؟ يا سلام انت احمد صورتهم ما صورتهم ها؟ كيفتي؟ انت ما صورتهم صورة؟ لا 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 تخرج لا تخرج لا تخرج ولا صورة؟ ولا ولا خذ لنا فيديو ما قلت لكم صورة ولا صورة؟ إيه لا ما ما جيت لا لا انت ايش سويتي؟ قالت عندكم ظبط هاي ظبط هاي ظبط هاي وانتم ملتهين تفتنوا تفتنوا مثل ما العروس بالعظيم ابو يوسف طمشنا وجيتك هيك قلت لك صور قلت لك صور عيد ميلاد ام يوسف انت ما صورتني انا صورتك ثاني زبدتين لا حول الله قلت لك صور شو ما اشتهيت وما صورتني مش اسوي لك يعني كل مره علي انت اشتغلت يا جماعه وحياه الله على طول يلومني على طول يلومني شو اسوي يعني حبيبي انت اللي تذكريني انا بين ظبط بين اليوتيوب كمان تيك وصفحة صفحه فاتح حنانه ايه تعال ظبط على الاناره تعال لكم بدنا نصور صوره انا ايه ما صورت ولا صوره صوره ولا صوره ولا صوره شو هذا تليفون مكان فرجاني بيصور شيء ما صور لما تقول لي المسير اعمل تكمل تليفون جاهز وانا قلت لك وانا قلت لك لا حول ولا قوه الا بالله ما تنسى هذا وجهي ما في ولا 1 2 3 4 5 6 بس ما في ما في لا انا في 5 فيديوهات وما في صوره حلاوه معقول التليفون هذا ما بعرف حلاوتها كثيرة ما حلو شو بدك تقول كذا؟ يعني شفت لهم يعني أكثر مرة جبت لكم إياها تقولون شوكولات كثير قد المرة أدير عندنا الشوكولات هالمرة قلت بعيد والله احتريت بدي أجيب ما أعرف ولدك والله جننوني جننوني أوكي إيه شي جننوني شو جننوني شو قصدك يعني شفت شفت؟ والله ابكي ابكي يا مام حط اسمك احمد عطول جاكرني والله اللي جاكرني جاكرني يا جماعه جاكرني قهرية عطشنا ما حطيتهم البربرات ضربتونا ها ما شقلت الكولر ها ما شقلته اشتغلنا بس وين؟ ما وين؟ انت ما ابو مي عندنا مع المي؟ وهذيك مع الموزه صفلوا نجيب الثاني لأني ما طلعت من الماي. آه لسنا طلعوا حناني ألحق عليا. والله بس انت بالبيت؟ لا هي كل مرة تطلع عشان ترى شين أنا طلعت معك. ترى إذا ألحق علي. تبي حرام مو. كبرنا دم خلينا. والله سيك سيك نجيب كاب. كاب؟ كاب. يا سلام بس يوسف هذا زو اقعد يا جماعه ما تشلم ما تشلم الويلات ضلت هيدا انا ما عجبتني هي لو بارده هي تطلع هي يعني شلون بارده؟ مثل انت تليفون ماما اعطيني شلون بارده يعني بدي افهم حلو بارد شلون؟ حيرنا بده اياه بارد شنو بارد يعني؟ هذا المنظر شيل هاي منين؟ التهبات التهبات يا زلمة صدق؟ لا والله عافية عليك شفتم شي يا جماعة شفتم شي بالله عليكم قولوا شفتم شي أتيتنا عدة وضرايح عدة وضرايح يا أحمد موسم أحمد أنا حسب الله خليه يقولهم كلياتهم كان جاي كاتم يا ربع كاتم بالله عليكم فزع تكبيس على الشاشة فزع تكبيس على الشاشة كم وجهنا هالفرع لسه ما وصلنا خمس 80,000 بس ايه ما وصلنا ولا راح نوصل يعني 800 تكبيس على الشاشة ما تقدروا تجيبونها 100 تكبيس على الشاشة ما تقدروا تجيبونها بالله عليكم جيب 100 على الاقل يا ربع هنا على 665
55 يلا شيل الكفو، كل واحد كبس خمس تكبيسات يا الربع، كل واحد كبس ألف ألف يلا ألف يلا شباب بنات أخير روحكم تكبيس 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 كل واحد كبس ألف سرق كل واحد يكبس ألف يا الربع حبايب القلب دحك شيل يلا شفتم يلا لا لا ترجل 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 يلا تفضل استاذ علاوي بوراك متابعين يا زلمه يلا شوي شوي طق هاي ها مش هزين مش هزين شوي 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 يا ربع يلا دخيل عيونكم يا ربع دخيلكم شباب بنات كبسل 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 بالله عليكم فزعة 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 كل واحد كبس ألف كل واحد ألف كل واحد ألف تكبيسة ألف تكبيسة يا جماعة ما منكم اعتبروها لله اليوم اليوم كل واحد ما يهديني هدية معقولة أنا قلت أبحث إلا ما يجيني حدا يهديني هدية شيء هيو ما أريد منكم غير تكبيس على الشاشة كبس على الشاشة وشير اللايف الله يسعدكم يرزقكم وممنون لكل من ده يكبس على الشاشة يلا كفو يا زينو تأخير روحكم بالله عليكم شباب بنات تكبيس تكبيس وشير تكبيس وشير يلا يا ربع نكبس على الشاشة وشير اللايف هيد عندي تبرون يلا يا جماعة تكبيس شباب بنات بالله عليكم نكبس على الشاشة وشير اللايف ممنون لكل مين دا يكبس على الشاشة كل مين دا يكبس على الشاشة ممنون الله يعزكم يحفظكم يا رب يلا يلا ظلنا تسعى يلا ظلنا تسعى كل واحد كل واحد تكبيسة 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 يتكمل يا ربع كمل شباب بنات نكمل تعطينوا هنا عقلوكم يا قلب أخي قلبكم الله يعزكم الله يعزكم ممنونة والله ممنونة منكم كثير كثير فوق ما تسعى شيل الحزن لنا شيل غريبة أحمد اليوم مطيع غريبة من غرائب الدنيا دعي تيع أحمد أحمد دعي يقول دعي شيل شفت أحسن من هيك؟ سوسنة يا حبيبي سوسنة إيه ملا سوسنة كفو أبو شنب يعني يلا أبو شنب هات لك شي هدية كبسلنا على الشاشة شنب شي شي أضبط حالي سهرة إيه بتاعت وقت عايز أضبط حالي سهرة يعني سهرة بس مو سهرة سهرة تعرف أنت أهلا على على أهلا سهرة على الله يعزك على كل بني آدم محترم على اللايف الله يعزكم يا رب ممنونة ممنونة من كل مين داعي كبس على الشاشة وممنونة كل مين شير اللايف وممنونة دخيل روحكم كل مين طبق بشكل ما حلوة الله يسعدكم يا رب شباب بنات كل المجموعة انتم بيها وأبو يوسف داعي كبس على الشاشة معناته ما في حد داعي كبس على الشاشة داعي كبسون أبو يوسف داعي كبسون على السلامة يلا على سلامتكم إن شاء الله عندكم ما تقوس النار يا رب دخيل عيونه كل مين داعي كبس حمران حمران والله دخيل روحها فديت قلبك يا حمران لب عين استخيل بورداتك أني شايفين كفو يا حسين الله يعزك يا حسين على قد دماته كل واحد على قد دماته دخيل كفو يا حسين الله يعزك يا حسين الله يسعدك يا رب ويزغلك ويرضيك يا رب ممنونة ممنونة والله بوس روحكم يا طيبين أحمد تحت ال هناك هي بالبراد تحت شنو حطها؟ حطها شي ماي ملفوف شي طالعة كيوت يا ملفوف روحكم بالسموم حطها يعني بالبراد ما المطرح أبي مطرح بالبراد ولا وين زاوية ولا لا زاوية تحت ال ما لازم نحط ما هذا المطرح كلهم عبي تحت الثلاجة نهبي نهبي تحت الثلاجة ما الثلاجة تفوت تفوت بس نعطيها هي تفوت ال ما صادقة دحت هاكي يلا ثاني احمد على الشمعات كبات لهم يوسف على طرف اصدق جاب لي قوم دزينة شمعات هاشم يوسف بدون شو احمد بينا دنقل عين عيد ميلادش مو كل سنه شمعات قلت له ايه قلت له هاك كفو يا حسين الله يعزك كان اجيب كفو يا حسين يا الربع شباب بنات وحط شمعه واحده بس من زياده شمعه دخيل عمري انا عمري بعدني بعدك صغير عالسهر ليش سهرانة نامي على حدود القمر ليش سهرانة شباب بنات ظلت صورتي الحجر وحشي منها الكيت ايه وعلقها وغسلها ايوه وعلقها وانقل هذه صورتي شو ما شو هيك آه. يا حول الله يا الله شباب بنات اللي عليكم كبس ما شاسم الحصبي ما تعقدر له يا حصبي انا طعمي هو يطول انا طعمي مشان ينصح هو يطول يشدها بالطول يا عمي لا تطول هو يشدها بالطول
جلطنا يا جماعة، بالنهاية جلطنا. مو أحسن من كل شيء بالدنيا. شباب بنات بالله عليكم نكبس تكبيس تكبيس فزعة. شو صار تكبيس شاشة يا يوسف؟ ها؟ شو تكبيس شاشة؟ 107. بالله عليكم 107 صار لنا ساعتين لفاتحين لايف، وفوق لايف فوق الألف، وفوق الألف كم؟ خليك بالله عليكم ما نكبس على الشاشة؟ بالله عليكم أحذر وحدة غيري ما تكبسونا على الشاشة وتشيلون اللايف؟ طب جزاكم الله كل خير. لا لا خليها خليها الله يخليك بلا ما تربيها انا تكبيس شباب بنات تكبيس الشير تكبيس الشير ربي يعزكم يا رب. ممنونة والله ممنونة. نكبس ونشير نكبس العمر كلكم لكم يا حبيبي. كل بني ادم كتب كلام حلو الله يسعده الله يسعده، والكلام والحجه كلام مش منيح لازم يتحاسب عليه الله يسامحه. ايوه اسف كفو رهوفه والله راح تكفوا مني يا رب. اليوم تاخرنا يا رب احسن نفتح بكير بكير وما قدرنا يا جماعه. خلص جت بال السيجاره ما بقدر الا ما دخنها تعرفون بعد دوخه النهار اكيد اكيد يعني اكيد هلك ثاني تعبت. رهوفه انا يعجبك اكتمين احمد حتى ما امسح عشر ماما ها؟ ما شيلها لا ما تشيلها قلت تابع محسين يا ربع تابع محسين يا ربع الله يعزكم يا ربع قلت لك ماما ما بدي اشيلها بلا شكتها بنات بنات انا عندي كلمة منهم بالله عليك شباب بنات يعني ليش يعني الكلام الغلط ليش؟ يعني ايش راح نسوي؟ يوسف لا تجيب البالون يعني نحكي كلام غلط يعني شي نسوي شي غلط؟ اي لا الحمد لله مره زعل مره كون مره وسط مره كيف مره هرجه مره فرجه كل البيوت هيك اكيد اكيد يعني انتم ليش لما تنكدون على الواحد نكد 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 لا تنكدون يا جماعه خلونا مبسوطين خلونا يا يوسف خلونا مبسوطين كيفين ماشيين وانت بخير وانت بخير حسين الله يعزك اخين قلبكم شباب بنات كبسوا مع الشاشة وشيء وانت بخير الله يعزك عقبال 100 سنة يا أم يوسف من المحل الكيك مبروك الله يسلمكم محل الكيك الله يسلمكم أهلا وسهلا بكم والله كفو منكم على ايش كيك عن جد طيب 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 سلم دياتك يا معلم أي محمد تسلم والله كفو منك والله خوش كيك عن جد ايش قد شريت كيك وكره الكيك معه يعني بس الولاد يحيروني ذيك المرة جبت لهم شوكولا يقولوا لي حلو بالزيادة جبت لهم اياها يقولون حلو معناته ما عاد ارد عليهم خلاص الكيك طيب وسلم ذياتك وتعرف الكيك والامور هاي بدها كثرة ناس وبدها عيلة وبدها كثير احنا ما عندنا حدا يعني ما بقول يعني وعائلتي ابو يوسف قليلين يعني الحمد لله نشكر الله من فضل الله إن شاء الله المرات الجاية يوم سوي عيد ميلاد يكون بي حدا تعرف صاحب هنا يا موسى الله يسعدكم ويحفظكم يا رب ممنونة ممنونة بس هني تعبت أقسم بالله تعبت تعبت في عن هي بهالحس جاب أنا شو أروح أنام أروح أنام بعد يوسف يوسف بعد والله يوسف ما كيف أنا على البالونات كيفت على البالونات اليوم ما لعب بالتليفون خالص اليوم كده لعب بالجر ملو. اللهم اجعل الصحة وهنا لمحمد يسلم عليك يا عبيد المية على راسي يا محمد الله يسعدك الله يعزك يا محمد الله يسعدك ويرزقك ويعطيك ليرضيك يا رب الكلام الزين شو؟ حسنة حسنة والواحد بس يقول كلام زين صدقكم الله يبعث له يعطيه ليرضيك من زاد في ناس يقول عنه الكلام الزين الله يسعدك يا رب بنزورك على المحل الجديد ان شاء الله ان شاء الله يا محمد ان شاء الله بنزورك على المحل الجديد ان شاء الله باذن الله تستاهل كل خير الله يعزك الله يعزكم يا رب تخير وقتكم احلى استقبال عن جد من عندهم يعني بس تروح لعندهم احلى استقبال واحلى معاناه يعني يراعون كثير يعني بشير تاخذه وتوصي عليه يراعون ما شاء الله عليهم ومحلهم كثير حلويات وطيبات يعني يسووا كل انواع الحلويات راح ازورنا مسوي محل جديد بنص صبرة محل حلويات يمكن عربية يمكن عربية بس نزور ونصور ونخلي الناس تشوفوا
ان شاء الله باذن الله. بس صرنا نروح على هناك باذن الله بدنا نروح ناكل حلويات عربيه. معلش قعدت من كثر ما تعبت تعبت تشوبت تشوبت. معلش خلي تنزل نزلت كلها نزلت كلها نزلت كل يا ماما هرت نزلت هنا شفتها شايفها شايفها نزلت. اي زوزو عاد يقول لي كحلتش نازله ماما ما بيأثر. شو بيأثر؟ روح نصوب من وجهنا ونشيل هالميك اب ونشيل كل هال واكيد ونحط راسنا وننام. والبالون البالونات تضل تلعبين للصبح. ما انت الحمد لله ما تنام للصبح ماما. روح قلبه ما ينام الا للصبح. الناس كلها نايمه ويوسف قاعد قاعد عم يتسلى. يا بس انا بس الصبح هذول قاعد لان راسي وجعني. بدك تنام يعني اليوم بكير؟ لا لا لكن ده الصبح قاعد لان راسي يكون هلا يا قمر. هلا يا قمر. يا قمر يا قمر يا قمر يا قمر نور القمر. الله يسعدك يا قمر. الله يعزكم. شباب بنات كيف شباب شباب اسمه قمر شباب بنات كيف مع الشاشه؟ اللطاني ما ادري شنو. المهم اهلا وسهلا بك يا القلب. قديش صار عمرها؟ الله يسلمها. صار عمرها 60 سنة. 60 سنة. احنا تعال نزود زيادة زيادة، لما ننقص نقول يقولون ليش تعال تنقصون؟ احنا نزود احنا. لا يوسف محطوطات الدبابيس ماما. هاي وحدة. يريد ينزل. هاي وحدة. روح قلبه ما راح ينام اليوم يوسف لا يفرق مع كل البالونات. واقعد على من الصبح لما ينام الظهر. لا ما راح ارجع ما حخليه. يشوفون الحمد لله والله حفله. الله يسلمكم. الله يسلمكم. ما صورناهن والله صار صار شغلات كثيره وراء الكواليس بس ما صورناهن والله. ضحكنا يوم ليش تاخرنا؟ تاخرنا من كثر ما سوينا اكشنات وما فتحنا لايف على اساس الساعه 8 فتحنا انه بكير بكير كان نسهر كثير. ما فتحنا يا دوبك خلصنا. الله يعزكم. الله يعزكم تحياتي لكل بني ادم محترم. يا رب تخير روحكم. اني عن جد لك انت ويوسف. خلاص طفيتي؟ والله طفيت تخير روحكم. يلعب هاي عندك 365 دولار. الله يسعدك. العمر كله. هلا يا قمر 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 البنت هاي البنت اللي صديقه رهف. الله يسعدهم. اهلا وسهلا بها هي ورهف. ايه قدمت لها هديه يعني اليوم اشتريت لها الهدوم. اللوك الجديد هذا يعني هو اشترى لي يوسف حتى اليوم هذا اللوك الجديد. ان شاء الله يكون حلو. ما بعرف بالجنانيه الاخ يقربكم. اكيد الالوان الفاقعه احب الالوان الفاقعه يعني تعرفون الدنيا يعني باردات تعرفون الدنيا الصيف صار لازم يطلبك يلبس الواحد لانه لبست عبايه ونزلت على بيروت ما رح توجيت هي عذابة العباية أكشن. العباية خفيفة جدا يعني بس شنو؟ أم مصطفى أم يوسف قاعد تكتب لك يعني حلو كثير مبروك عاشت إيدك يا أبو يوسف الهدية الأخير روحت. أم مصطفى أخته عديدة عراسي يا أم مصطفى نور اللايك موجود أسواق سلمين يا غالية دخل قلبكم. شوبت مو هي سوداء سحبت الحراره كتاب يوسف على الغطن على قلبي من الشوب. بيروت شوب يا لطيف يا لطيف رطوبه. عندنا هنا بروده يا رب. هنا عندنا بروده خير حز عم مسكرين الباب خليني افتح افتح الباب. اي والله مفتوح يعطي بروده شوي. زوزو افتح باب الرئيسي شوي يونا باب الرئيسي خليه يسحب شوي هواء. لا لا شعر مش بابيك المطبخ روح صحيح لا ما ذكر الباب الرئيسي خليه يسحب شوي تو يعني هنا بروده يعني محلات الجو. ايه شوب شوب نار عليك قلبي والله تعبنا. ماما عاد شو هذا؟ هيك بولت الزيت. يلا روح رجل له اياه. روح الزيت روح رجل له اياه يلا على السريع. يا دل عليهم شي يسووا لي كل فصل وفصل ما ينزل الطائر بخريطة بخريطة ما ينزل. هلا مراحب مراحب يا الربع. يلا يا دخيل روحكم والله تعبت خلص خيي مرق اليوم على خير. انا كفو يا قمر انت القمر يا قمر. سلمي يا قمر دخيل روحك انا والله نزلت على بيروت. حفل بالبيت يا الربع بالبيت بالبيت وين بدنا نروح؟ ما قلت له لو عازمني على شي مطرح برا
بلا هالعطفة كلياتها بالبيت، خلينا نروح أنا وأنت هيك نستفرد بعضنا برا، ما فعل، ما بده يدشر الولد. شو بدي أسوي لك يا أبو يوسف؟ شو أخذت لنا بالسين؟ بالسين؟ إيه بالسين. ونسبح يعني؟ لا والله شفتها على الفيسبوك. بيته بالسين؟ أيوة. مدة نهار كامل 25 دولار. قالنا عنده 25 دولار. الفلسين. هنا 25 دولار. أروح نغير جوال ونرجع. ما فعلت. جل ما عندي فلس. قلت لك خليك الفلس. الفلس أنا ما خذيتك أصلاً الفلس. حرام مسكين. يا حرام. تقريبا خلصنا ما خلصنا نحن. عم ندردش معاكم عن النهاية. أنا والله عم ندردش معاكم، لأنه أنا تعبت صراحة يعني. هيك تبي تستني هيك. أقسم بالله تعالي قف أنت معاهم يا زلمة. خلص أنا نريح حبيبي، لأنه عن جد استوينا يعني. يعني أجري ورمان، لقيت صار لي من فتحت لايت الصبح. ضليت فتحة لايت لحتى سكرت. أحملت حالي ونزلت على بيروت. ما جيت الساعة 7. عندكم الساعة 7 يا دوبك هين هيك سويت خلص عن جد. شكرا كل مين هاي عن قرب هاي عن قرب تحياتي لكم حبايب القلب كل الاحترام لاخوتنا فلاتر شوف فلاتر حاطين فلاتر لا ما حاطين ولا فلتر لا فلاتر ودعكم شلون الاشبيع عندنا هنا القصه هنا ورا الكواليس انتم ما شفتم شو كان عنا نحن ما ظل يا حزلان ابو يوسف دعكم هنا شايف يعني حاطين الاناره والقصه وبي دبيخه معناته الصبحيات بدنا نقوم نشتاك بهالبيت صارت القصه طويله دير بالك احسن ما ارفسك من اللايف تدور على الصفحه ما تلاقيها ها اسكت يا مسخم احسن ما ترفس تعجل خير لك ها شوف شلون نصيحه من خالتك ام يوسف قاعدين نتدرج ونسولف ايش قاعد نسوي احنا يا اخي الحز لو انه بيناس فاتحه لايفات من هذول نيتش الخواريف لا 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 تلاقيكم شنو حبيبي وعيني ويا قلبي كبسولة على الشاشة ويشيروا لها اللايف يمكن اذا بيدعم يدعمونا حتى دعم ما حدا دعمني غير وكبس التكبيس على الشاشة يتخنفل على جيش ابو يوسف اهلا وسهلا بالطيبين الله يعزكم الاخير روحهم ايه والله شايفين ها كفى البنوتات شايف البنوتات الفهمانه شو يقولون ايه والله ايه والله والله مبين عمرك 27 خالتي ام يوسف الاخير روحكم لا 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 تعرفون يعني يا بنات من شوية يعني يقولون أم يوسف إيش قد عمرك أم يوسف إيش قد عمرك قلت لهم أقولهم 60 أنا مش ما حد يصيب حبيب قلبي بالعين ألا مشان ما حد يصيب أم يوسف بالعين حتى أفرض أبو يوسف عن جد أفرض عمري 60 العمر 60 ومثلي ها إذا الختيارة إذا عمرها 60 ومثلي إيه يعني مو عن جد يعني واحد لازم ما يسأل على عمر يعني شد عمرك بين عليك 35 الأخير روح كل واحد يحكي شكرا خيو المهم وانت كاتب ليش 1997 معلش ما في 37 ما انت ابو يوسف بتخجل على حالك ايه تعال تقول لك يعني دكيتك يعني ضروري تزعجنا وربنا تمتوني حالنا ونكبك على زبالة خيو لو عمرنا 90 عمرنا 60 عمرنا 70 عمرنا نحن وعشنا وانبسطنا وصار لنا ما صار لي غيرنا ام يوسف وابو يوسف طبلم الكره الارضيه والحمد لله من فضل رب العالمين والناس المحترمه تعرفون اتمنى عن جد امنيه ظلت بحياتي واحده بس نروح على بلاد اوروبا لحالك انا بعقول لحالك انا ما اروح لحالي اكيد بس الا اكيد معاكم مع عائلتي عن جد ظلت الامنية هاي الوحيدة لو بس الله يحقق لي اياها عن جد يعني خلاص ما عادش خيو 20 ولا 90 وشي العمر لينا وبعد ما اروح احد لاحق مثل ما يقولون المثل بنات شباب توصل لكم اياها يا ما اخذ القرد على ماله ويروح المال ويظل القرد على حاله مزبوط ولا لا العمر رقم الماخذ الشيء على العمر
يروح المال ويظل العمر على حاله او يظل الشيء على حاله. طبعا احنا اعمارنا هي ما تغيرت، وعقلنا ما تغير، ورغم انه شنو وصلنا وغزينا الكره الارضيه يعني من يوسف، ورغم ان الناس حجت علينا، رغم انه ما خلت. اي والله يا كفو حمران الله يعزك. ابو يوسف شيل الفلتر، فلترك ان شاء الله ابو فلتر يفلتر راسك. ليش شيل الفلتر؟ شيل متفرج، هاي خالتك ام يوسف ها، لاقي وين الفلاتر؟ شايفه قولاتهم بنوتات. خبرتي ان شغله جزمه تعرفها. كفو حمران الله يعزك. العز للرز والبرقل شنع حاله. الشاطره تفهمها شو معناها. هذه من مش من لما ازلمه يدلل مرته ويعرف شلون يدللها، يخليها على طول صبيه، ولما يكون عمرها 20 ومهموله شنو راح تصير؟ ختياره. دير باتشن خلي جوزك يدللك وانت تدلليه، والعمر رايح، ما راح تعيشين مرتين، هي مره واحده. دعكين اليوم الدبوس هذا دعكين ها هذا الدبوس جديد كنت مشان منديلي ما يضل يروح هيك اي أيوة والله كلام 100%. كفو دخيل حمران اني دخيل الشباب والبنات الطيبين. عيونك ذبلن يا الغالية أم مصطفى، الله يطول بعمرك يا أم مصطفى. طالعة قمر اليوم يا أم يوسف تعدل. شايفين دحكم علي. بيعدنا هنا حمران أخته عزيزة رهوفة، بيعدنا أم مصطفى، أم ملول، شوف هذان بناتها، أم محمود، أم جهاد، هذان خوات. وبهاي الأخت هاي شو اسمها، يا اكتبي لي اسمك بالعربي والله ما أعرف. لا شو اسمه والله ما عرفت اسمك، انا قريت اسمك هبه يمكن. هبه على راسي يا هبه. زاد انت اخته عزيزه الله يعزك والله. زاد جديده معانا، على معانا هبوشه الله يعزك هبه. اهلا وسهلا. هذن البنات صديقات ام يوسف، ورغم انه ما نعرف نعرف رهف حكت معانا، حطينا طلعت معانا جيست. ومين ما طلع معنا قسط من البنات بعد؟ ولا واحدة. ذنيش كلياتهن نعرفهن وين؟ هنا أكيد. كل الاحترام للطيبين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم ويزقكم يا رب. ممنون لكم من حضر عندي واليوم ما على دخيل قلبكم يا الربع، لأنه حسيت اليوم النهار. الله يعزك يا أم مصطفى أخته عزيزة والله. كل الاحترام لأخواتنا وللبنات وللشباب، الله يبعث لكم ايام حلوه يا رب. امين يا رب العالمين. والدنيا رايحه يا الربع، خيركم. اليوم عايشين، بكره ميتين. حطينا نحن فيديو شنو غنيه، انه يعني اليوم عايش وبكره راح تموت. كنا رايحين. ما عم تبكي؟ لا ما عم تبكي الحمد لله والله، بس قد ما تعبت والله العظيم. اليوم تعبنا انا وياها، مثل ما خبرناكم، صورنا فيديو للبرنامج الاحمر هذاك. هذاك تعب، تنزع بيروت تعبت والله، ونزلنا رحنا صورنا وجبنا الكيك وعدنا شغل يعني. تعبت. سلام من النرويج على راس الاهل النرويج. اهلا وسهلا يا عم. ورجعنا جينا لهين ولا كملنا وزبطنا، وحصارت الساعة 11:30 بالليل يا بنات يا شباب. كرمال باكر انه راح ينزل فيديو يكون حلو ان شاء الله. الله. المحل وين حتى المحل بير حسن يا الربع، اللي خدنا منه الحلو يا الربع. بير حسن مقابل جمع الكراد تقريبا. اي والله عن جد يعني شباب محترمين والصبايا الله يحميكم. كفو محمود الله يعزك يا محمود. الكيكه اللي بدك اياها والله يجهزونا احلى تجهيز وطيبه عن جد، وسعارهم حلوه بشكل حلوه. كثير اليوم طلع كثير حلوه. اهلا وسهلا بقهوه هلكنا. بس اليوم تعرف شو بي غلط يوسف؟ مي بارده ما خليتهم وانا عطشت. ام يوسف ما في منها بكفي. ما بتقول اولادك ماما بتطلع من جوت. قالت دخيل قلبها الطيب. ام يوسف على سلامتها ما بي منها. ممنونة منكم حمران أخته عزيزة والله. ممنونة منكم والله.
شو سعر الكيكة؟ شي 3 ملايين؟ لا حبيبي والله أقل، 1,000,000. هو الزلمة للناس العاديين يبيعها 1,700,000، أعطانا إياها نحن زبوناته، يعني 1,500,000 نحن زبوناته. هو شوف يراعي يعني. هو يراعي، هو بس يصير عنده زبون، أنت تصير عنده زبون الزلمة محترم اسمه محمد عسلامته والله. هو يراعي. يراعي كل الناس يعني، مثل احنا زبوناته. إي والله. والله سعره حلو والله، 1,500,000 يعني تكفي 10 أشخاص هاي. بلاش والله، لأنه هو الزلمة محترم. منروح نطلع لعنده نحن، كل ما بدنا نشيل نروح لعنده نروح لعنده. هو فاتح محل ثاني بصبره، هو جديد لسه ما صورنا له اياه، ان شاء الله الله كريم رد له اياه يعني، لانه جمع بوادم يعني، شي يوم كمان صور له اياه على التواصل الاجتماعي. حاجتنا؟ ايه اني راح انام. ها؟ اني راح انام. راح تنامي؟ نامي. وين قلت لي المحل؟ المحل تقريبا يا قلبي اذا بلبنان، بير حسن مقابيل جامع الكراد تقريبا. بعد جامع الكراد. نفس الشارع. وين جامع الكراد؟ هو جامع الكراد يسمونه، بعده بشي 10 متر تقريبا، 20 متر هيك اقل. محل حلويات، يبيعون حلويات، والله اسمه والله ما عاد افطن صدق. خدت الكاميرا كان مش بايدي يا رهوفه، كمش الكاميرا بايدي. روح اما على اليوتيوب باشر ننزل باشر راح يتمنتج الفيديو ونزلكم اياه، راح تشوفون المحل مصور يعني. عشان شلون انت تعبت؟ اه تبين. اه ما بدي بين، زاد هلكت. روح عجنينة يا محمود. رحنا عجنينة اليوم، ما احنا فاضيين لجنينات يا محمود. اي جنينات يا زلمه؟ السنة راح تخلص الصيفية وابو يوسف ما خذلها. ابو يوسف. نعم. باشر لا بعد باشر بدي. قال لي انا من يوسف انت والله. شو؟ لا البحر، لا البحر يجي. بحر مو زين، امراض. امراض يجي لي امراض، لا ما بدي اروح البحر. وين الهدية؟ الهدية لابستها من يوسف. لابسها يا عمري لابسها. وسخت حالي. والله؟ يلا فداكي، بتتغسل. اكيد اكيد هاي بس اليوم. هذا هدوم جديدة اليوم، هدوم جديدة. حبايب القلب نستودعكم ونقولكم تصبحون على ألف 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 خير. وأجمل تحية لكم للبنات وللشباب، الله يسعد لي قلبكم، كل الاحترام لأخواتنا وأخوتنا، الله يسعد لي قلبكم. ممنونة شباب بنات، الله يسعدكم. سلامات بنوتات صبايا، بكرة إذا الله راد وخلانا طيبين نرجع نفتح لايف ونحكي معاكم وندردش يا أحلى ناس وأحلى بنات. دخيل عيونكم، دخيل عيونكم، سلامكم.